قبل أن نخوض في هذا المبحث العميق لنجيب على هذا التساؤل العريض، ينبغي أن نجيب على تساؤلين في سياق مقدمة هذا المبحث. هذان التساؤلان هما: أولا، هل من الممكن أن يقع التحريف في دين من الأديان السماوية؟ كيف ذلك؟ ألا يعتبر تجويزنا وقوع التحريف في دين سماوي بمثابة قولنا أن الإرادة البشرية انتصرت على الإرادة الإلهية؟ لأن الإرادة الإلهية قضت بأن ينشر هذا الدين، بأن يتم هذا الدين، يتحقق على أرض الواقع، فأن يقوم مجموعة من البشر بالانتصار أو النجاح في تحريف هذا الدين وتزييفه، هذا كقولنا أن إرادة هؤلاء البشر انتصرت على إرادة الله، فهل هذا ممكن عقلا أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: على فرض إمكان وقوع التحريف في الأديان السابقة وأن ذلك ليس بمحال عقلا، هل من الممكن القول بأنه يمكن أن يقع التحريف في الدين الإسلامي مع ملاحظة أنه آخر الأديان وأن نبيه خاتم الأنبياء عليهم السلام؟ كيف نجوز وقوع التحريف في آخر الأديان الإلهية مع أننا إذا قلنا بذلك فإن ذلك يوجب علينا أن نقول أيضا بأن على الله تعالى أن يصحح مسيرة الدين الإسلامي إذ قد زيف وحرف، وهذا يتطلب أن يرسل نبيا آخر ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فكيف إذن يقع التزييف والتحريف في الدين الإسلامي؟ هذان سؤالان مهمان. الإجابة عليهما باختصار: نقول في الجواب على السؤال الأول المتعلق بإمكانية وقوع التحريف في دين سماوي من الأديان، نقول نعم إن ذلك ممكن عقلا، والواقع أيضا أثبت إمكانه، لأننا إذا رجعنا إلى التاريخ، تاريخ الأديان السماوية، فإننا سنجد التاريخ بذاته يجيب على هذا التساؤل. ما الذي حصل مثلا بعد آدم عليه السلام؟ يحدثنا التاريخ أن أبناء آدم أحفاده اختلفوا من بعده، فقام أبناء قابيل بعزل أبناء هابيل في جزيرة من الجزر. أبناء هابيل كانوا مؤمنين، أبناء قابيل كانوا قد كفروا، أرادوا أن يحرفوا دينهم، فقاموا بعزل أبناء هابيل ومحاصرتهم في جزيرة من الجزر، وادعوا هم في المقابل بأن الله تبارك وتعالى أمرهم بعبادة النار، فمنذ ذلك الحين بدأت عبادة النار في التاريخ البشري. شوفوا، باسم الله، باسم دين آدم عليه السلام، ادعوا أن الله أمرهم بعبادة النار. كان ذلك عبارة عن تحريف في دين آدم، إيجاد نسخة مزورة بديلة عن هذا الدين، واستمروا عليها، في حين كان جماعة المؤمنين الذين بقوا على دين آدم من أحفاده من ذرية هابيل عليه السلام، هؤلاء إنما قد عزلوا في جزيرة من جزائر البحر لا أكثر ولا أقل. إذن يمكن وقوع التحريف في دين سماوي، تكرر هذا التحريف في الواقع مع كل الأديان. ما الذي حصل مثلا بعد نوح عليه السلام؟ نوح الذي جاء
إلى قومه ووجدهم عاكفين على عبادة أصنام خمسة اخترعوها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. منذ ذلك الحين بدأت عبادة الأصنام في تاريخ البشر. نوح جاء إليهم ووجدهم على هذا الحال، وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما من العمل الدؤوب الشاق والاجتهاد في دعوة هؤلاء إلى دين الله تعالى ومحاولة تصحيح مسيرتهم، وجدنا أنه لم ينفع معهم، كل هذه الجهود لم تنفع معهم، فلذلك جرى الطوفان العظيم كما يعلم الجميع. الذي هو مثير للدهشة هو أنه بعد هذا الطوفان ماذا يحدثنا التاريخ؟ أن البشر عادوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام. كيف؟ أهملوا وصية نوح عليه السلام، وهو سام ابنه عليه السلام، أهملوه وعزلوه، وقاموا في المقابل بالتفتيش بين الرمال عن الأصنام الخمسة السابقة إلى أن عثروا عليها بعد سنين متمادية. عثروا عليها وجاءوا وعكفوا عليها عابدين من جديد. هكذا عادوا مرة أخرى إلى التحريف والتزوير وصنع بديل زائف، بديل اعتقاد ديني زائف عن دين أبيهم نوح عليه السلام. أما أوصياء نوح بدءا من سام فكانوا قد عزلوا أيضا. ما الذي جرى بعد إبراهيم؟ نفس الشيء، اختلف قومه من بعده، واستمر الاختلاف إلى ذريته من يعقوب من إسرائيل عليه السلام. النبي يعقوب هو اسمه إسرائيل، بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. هؤلاء بنو إسرائيل ارتدوا. كيف ارتدوا؟ لا يزعمون أنهم كفروا، وإنما يزعمون أنه الله أمرهم بهذا وهذا وذاك، مجموعة من الاعتقادات يشكلونها لأنفسهم وينسبونها إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، ينسبونها إلى الله، ينسبونها إلى دين الله، فيقولون الله أمرنا بأن نصنع كذا وكذا. بنو إسرائيل حرفوا دينهم، دين التوحيد، وبسبب تحريفهم لدينهم قتلوا كما تذكر الروايات الشريفة 70,000 نبي من الأنبياء. 70,000 يعني أكثر من نصف عدد الأنبياء، لأن عدد الأنبياء 124 نبيا، 124,000 نبي، ف70,000 أكثر من النصف، نصف الأنبياء، لأنهم قاوموا هؤلاء، كانوا يمثلون الشرعية الإلهية على الأرض. هؤلاء لم يقبلوا، أرادوا الدين المزيف، أرادوا الدين المخترع، أرادوا الدين المحرف، فقتلوا هؤلاء الأنبياء. إذن الاختلاف واقع، التحريف سنة بشرية مع الأسف، سنة بشرية. ما الذي جرى بعد موسى؟ بل قبل أن يرحل موسى عن قومه، وجدنا قومه قد حرفوا دينه بمجرد أن غاب عنهم 40 ليلة فقط، حينما تحدث الله تبارك وتعالى في القرآن وقال وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. ماذا حصل في هذه 40 ليلة؟ للتو قد غاب عنهم موسى، وكان أهم ما جاء به موسى التوحيد، يعني أصل الأصول، حتى هذا أصل الأصول حرفوه. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذتم العجل، يعني لم يقتصر تحريفهم على حدود العبادات، مثلا حرفوا في صلاة موسى، الصلاة المفروضة عليهم آنذاك، حرفوا في الصيام، حرفوا في الحج،
لا أبدا وإنما حرفوا في أصل الأصول قالوا الله تجسد في هذا العجل اتبعوا ذلك الصعلوك السامري وأهملوا خليفة موسى الذي هو من؟ هارون النبي عليهما السلام هارون أخوه الأكبر كانوا قد أهملوه مع أن موسى كان لا يزال حيا ولم يغب عنهم سوى 40 ليلة فقط اختلفوا في هذه 40 ليلة وكفروا في هذه 40 ليلة وأشركوا في هذه 40 ليلة وصنعوا دينا مزيفا محرفا عن دين موسى عليه السلام في هذه 40 ليلة جاء موسى عاد إليهم عاقبهم كما يحدثنا التاريخ ويحدثنا القرآن ولسنا في وارد التفصيل عاقبهم وأرجع الأمور إلى نصابها من جديد ولكن بمجرد أن مضى موسى عليه السلام بمجرد أن استشهد وجدنا قومه قد كفروا من جديد كيف أهملوا وخذلوا وتخلوا عن وصي موسى وهو يوشع ابن نون عليهما السلام هذا الوصي الشرعي الخليفة الشرعي أهملوه تخلوا عنه وخاضوا حربا معه لأنهم كونوا لأنفسهم دينا آخر ماذا صنعوا في هذه الحرب؟ قاموا باستمالة زوجة موسى اسمها صفراء أو صافوراء على اختلاف الروايات هذه الزوجة جعلوها تصطف إلى جانبهم في محاربة وصي موسى كما قام أولئك الذين سموا أنفسهم طالبين بثأر عثمان قاموا باستمالة زوجة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله عائشة استمالوها وجعلوها تصطف إلى صالحهم تصطف معهم في محاربة الخليفة الشرعي الوصي الشرعي للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما نفس الشيء قام به قوم موسى نفس الشيء ويوشع بن نون أيضا انتصر عليهم وصحح المسيرة لكن سرعان ما عادت مرة أخرى إلى جبهة التزييف بمجرد أن مضى وارتحل إلى جوار ربه ما الذي حصل بعد سليمان عليه السلام؟ سليمان كما يحدثنا التاريخ حكم بقوة السلطان والحكم وصحح المسيرة البشرية وكان من جملة تصحيحاته أنه نفى أولئك الذين كان يتوقع منهم أن يحرفوا الدين أن يزيفوه كان هنالك رجل في زمان سليمان عليه السلام اسمه رحبعام سليمان نفاه إلى مصر طيب نفاه حذر قومه منه إلا أننا وجدنا أنه بمجرد أن مضى سليمان إلى جوار ربه إذا بقومه يأتون من جديد برحبعام وينصبونه ملكا عليهم ويهملون الوصية الشرعية لسليمان وهو آصف ابن برخيا عليه السلام وهو ذلك الرجل الذي جاء بعرش ملكة سبأ بالولاية التكوينية أهملوا هذا الرجل الوصي الشرعي ونصبوا على أنفسهم أو انقادوا إلى رجل هو ملعون مطرود من قبل النبي سليمان عليه السلام البشر هم البشر يريدون لأنفسهم ما يهوونه ولا ينقادون إلى الله تبارك وتعالى ولهذا الله عز وجل كان يرسل الأنبياء ويبعث الأوصياء حتى يصححوا المسيرة البشرية ويعيدونها إلى جادة الصواب النتيجة
أن سليمان رغم طرده لهذا الرجل ورغم أن هذا الرجل ملعون من قبله جاء قومه وباسم الدين نصبوه عليهم ملكا وجعلوه هو القائد الروحي وهذا حرف في دين سليمان كما يشاء ثم بعد ذلك جعلوا هؤلاء بنو إسرائيل جعلوا لأنفسهم ما يسمى بدولة القضاة يتداولون فيما بينهم قبائل بني إسرائيل تتداول أو قضاة بني إسرائيل تتداول الحكم فيما بينها هنا طبعا نلاحظ في قضية سليمان أن الأمر ذاته قد وقع في التاريخ الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد ذم معاوية بن أبي سفيان ودعا عليه قال لا أشبع الله بطنه ولعنه وطرد مروان بن الحكم وأباه من المدينة المنورة نفاهما لكن ما الذي وقع بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنض السنون إلا ووجدنا أن هذا الملعون من قبل رسول الله وهو معاوية جاء المسلمون وبايعوه يوما على أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وأن ذلك المطرود من قبل رسول الله المنفي من قبل رسول الله كمروان بن الحكم أيضا بايعوه يوما من الأيام على أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله لهذا لا يستبعدن أحد أمرا يقع من البشر بعض المخالفين يقولون أنتم الشيعة تزعمون أن رسول الله حذر الأمة من فتنة أبي بكر وعمر وشبههما بالسامري وعجله ولعنهما نعم لعنهما وهنالك مؤشرات على ذلك في كتب المخالفين أيضا غاية ما هنالك أنهم حذفوا أسماء أبي بكر وعمر وجعلوا فلان وفلان فيحاول المخالفون أن يشكلوا على شيعة أهل البيت عليهم السلام يقولون هل يعقل ذلك رسول الله يحذر من هذين الرجلين ويأتي المسلمون فيما بعد يبايعونهما هل هذا ممكن؟ نقول نعم ممكن كما أن قوم سليمان رغم تحذيرات سليمان ورغم نفيه ولعنه لرحبعام جاءوا وبايعوه فيما بعد وجعلوه خليفة له وقائدا وملكا عليهم نفس الشيء بالنسبة إلى أبي بكر وعمر البشر هم البشر ما الذي جرى بعد عيسى عليه السلام أيضا يحدثنا التاريخ بأن قوم عيسى بعده اختلفوا ماذا حصل عزلوا الوصية الشرعية لعيسى وهو شمعون الصفا عليه السلام عزلوه واضطهدوه وفي المقابل إلى من انقادوا إلى رجل كان بالأمس القريب من ألد أعداء عيسى عليه السلام من ألد أعداء أتباع عيسى عليه السلام هذا الرجل يقال له بولس هذا بولس هو الذي نصر النصارى كان لمدة 30 سنة من ألد أعداء عيسى ومن ألد أعداء دينه والمؤمنين به إلى درجة أنه تلطخت يداه بدماء المؤمنين بعيسى عليه السلام كان يقتلهم ويضطهدهم كان متجبرا طاغيا شريرا إرهابيا ما الذي حصل؟ هذا الرجل اكتشف أنه بعد 30 سنة لا يتمكن من أن يقضي على دين عيسى من الخارج فلا بد أن يندس من الداخل يأتي من الداخل يتغلغل في أوساط المؤمنين بعيسى ويتظاهر بالإيمان وشيئا فشيئا يقلب دين عيسى ويهدمه من الداخل هذا الذي وقع فعلا الرجل جاء ذات صباح إلى المؤمنين بعيسى متصنعا الندم مظهرا التوبة
الكاذبة الكذوبة. فقال بأنه قد ظهر لي عيسى عليه السلام في المنام ولامني على ما أصنع، فأنا تبت على يديه والآن آمنت به، فهو أرسلني إليكم، جعلني رسولا لكم. فهؤلاء هللوا واستبشروا وخذلوا وتركوا الوصية الشرعي لعيسى عليه السلام. أحد حواريه شمعون الصفا عليه السلام تركوا هذا الرجل وذهبوا لينقادوا لبولس، وهذا بولس قلب دين عيسى رأسا على عقب. دين عيسى إنما جاء للتوحيد، لتثبيت أصل التوحيد، وإذا بهذا الرجل يجعل القوم يعتقدون بأن عيسى ابن الله وأن عيسى جزء من الله، وهو الذي نصرهم وابتدع لهم أصول فكرة التثليث، التثليث الباطل. نفس الشيء نكتشفه في تاريخ الإسلام. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.